السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في قناتي، قناة الطبخ بقى أسهل. عايزة أقول لكم النهاردة إن شاء الله تعملوا إزاي الفراخ الساسو، إزاي نحشيها وإزاي نسويها كويس علشان لما نيجي نفتح الفرخة من جوه نلاقيها فعلا مستوية كويس والرز مستوي كويس. وما تقلقوش خالص، أنا هقول لكم على حاجات يعني قوانين امشوا عليها في مدة التسوية وفي طريقة الرز هنعمل فيه إيه وكل ده، لو مشيتوا بيها مش هتفكروا بعد كده. الفرخة طبعا هتكون مستوية والرز هيكون مستوي، وده طبعا للناس اللي سألوني إن دايما الرز الفراخ اللي دي عشان هي تسمين ومدتها تربيتها يعني قصيرة، فبتبقى يعني ما بتسويش الرز لما بنيجي نحشيها. ده هعمل لكم الطريقة دي علشان تعرفوا ازاي تسووها. طبعا الاف الناس عارفة الساسو وبتربيه، بس برضو في ناس ما تعرفش الساسو وفي ناس ما بتعرفش تسويه كويس. فانا الحلقة بتاعتي النهاردة ان انا اوريكم ازاي نحشيه وازاي نسويه كويس، هنمشي مع بعض خطوة بخطوة. الاول انا عندي دول فرختين ساسو، انا هجيب الرز بتاعهم دول، يعني مش عايزة اقولك اي معايير بالنسبة للرز او الفراخ، لان دي يا جماعة حتى هتلاحظوا ان دايما في المقادير انا ما بقولش مقادير الملح والفلفل والحاجات دي، لان انا بعمل كمية غيرك غير حد تاني، يعني ايه كلنا كل واحد على حسب الكمية بتاعته بيملح براحته، دي حاجة طبعا ترجع ليكي انتي بتحبيه مالح او دلع او زي ما تحبي. دي كمية رز هنعملها وهنسويها مع بعض، وعلى حسب ما الفراخ تاخد، لو جيب المظبوط ماشي، لو دق حاجة ماشي، ده عادي يعني دي حرية شخصية. انا ده رز معايا منقياه وغسلاه كويس، وديت بصلايه مدعوكه بالملح والفلفل زي ما بنعمل كل مره في رز الحشو. انا هنزل عليها هنزلها على الرز كده. انا عندي يعني خيارين، يا اما الرز اسويه نص تسويه او اقل من نص تسويه وبعدين ابدا احشي بيه الفراخ، يا اما ان انا انقعه فتره طويله يعني ساعه مثلا يتنقع بحيث ان هو يعني ياخد كده يعني ينفش كده ويستوي شويه وبعدين ابدا احشي بالفراخ. انا بقى الطريقه في الساسو بالذات انا معلش لازم اسويه شويه لان الفراخ دي ما بتسويش الرز اصلا. انا كده هقلب الرز بالبصل والملح والفلفل، احط معاهم السمنه بالمره، دي طبعا معلقتين سمنه بلدي هنحطها عليهم كده. خلاص هقلب بقى الرز ده كده مع بعضه، انا يا جماعه هديله يعني هفضيه الاول بقى في اللي انا هسوي فيه على طول عشان ايه ما نقعدش ننقل الحاجات اهو. هقلبه بقى كده كويس مع بعضه. بس كده خلاص هعمل ايه بقى؟ هروح حاطه كوبايه الميه، مش هحط الكوبايه كلها. بصوا يا جماعه الكوبايه دي انا هنزل بشويه ميه كده، طبعا انتوا اهي كده انتوا عارفين ان الرز ده عشان يستوي كويس لازم الميه تغطيه، لا انا دلوقتي بحط شويه ميه هيبقوا تحت مش هيبانوا خالص، وهولع العين على نار عاليه وهقلبه مش همشي من قدامه، هدني معليه النار واقلب اقلب لغايه ما الميه دي تنشف خالص، وهاجي اوريه لكم شكله عامل ازاي بعد ما الميه نشفت منه بالظبط بالظبط، يعني كوبايه الا ربع ميه على الكميه دي علشان انا ما اسويش الرز قوي عشان هو هيكمل سوا جوه الفراخ. يلا هروح اسويه واجي اوريه لكم شكله عامل ازاي. هنشوف بقى مع بعض كده الرز استوى. انا دنيتني واقفه قدام البوتاجاز بقلب بقلب بقلب، بصوا الرز ما استواش الا يعني قولوا نص سوا مثلا، ده يا جماعه كده على نار عاليه ما وطتش عليه خالص، وما واحسن على نار عاليه ليه؟ لان سريع سريع، لان انا مش عايزاه مستوي قوي. كده الرز بتاعي جاهز ان انا احشي بيه الفراخ. انا عايزاه لو يهدى شويه ماشي، ما يهداش عادي مفيش مشكله. هنبدا نحشي معاكم الفراخ. همسك كده الجلده بتاعت الفرخه واحط فيها الرز. بصوا انا هحط الرز وافرده بايدي كده، بصوا اهو كده افرده بايدي كده، مش عايزه اكتر كتير لان زي ما احنا عارفين دي فراخ طريه عشان نحافظ على الجلده بتاعتها سليمه. هنحط بقى جوه كده شويه كده حلوين عشان احنا اصلا مسويينه نص سوا فمش هنقلق، هنعمله عادي. خلاص كده الفرخه دي كده اتحشت. احشي التانيه نفس القصه، احط في الجلده الخارجيه الاول وبعدين كده يا جماعة، واحط تاني. بس احشي بقى الكمية اللي باقية جوه في الفرخة من جوه. انا على فكرة هوريكم دلوقتي يعني بعد ما ان شاء الله ما نخلص السلق بتاع الفراخ، بس قبل ما نسلق هعرفكم هتعملوا ايه فيها بالظبط عشان وانتم مغمضين الفراخ تستوي والرز يستوي.
يا جماعه احنا حشينا الفراخ بتاعتنا وقفلناها زي ما انتم شايفين، وجاهزه دلوقتي ان هي تتحط في الشوربه. الميه طبعا لازم تغلي كويس جدا. اللي هقوله لك دوت لو مشيتي عليه ما تفكريش الفرخه هتستوي او لا، او الفرخه من جوه يا ترى عامله ايه، يا ترى رز الحشو عامل ايه. انت هتطلعيها على الميعاد اللي هقول لك عليه هتلاقيها زي ما انت عايزه. الفرخه دي خلاص جهزت، وانا هحطها في ميه بتغلي. طبعا هتشيلي الريم الاول بعد الغليان، وبعدين هتحطي البصله بملح وفلفل، وهتحطي ورقتين لورا واتنين حبهان عشان طبعا بتدي ريحه جميله للشوربه. بعد شويه من الغليان يعني هتغلي مثلا في حدود 3 دقائق هتوطي عليها النار كانك يعني اعلى شويه من لما بتوطي على الرز. يعني انت بتوطي على الرز خليها سنه اعلى شويه من توطيه الرز الاخيره النهائيه الصغيره خالص دي، عليها سنه عنها. ده اول حاجه. تاني حاجه الفراخ دي هتقعد ساعه بالظبط على النار، هتحطيها الساعه 12 هتطلعها الساعه 1، هتحطيها الساعه 2 هتطلعها الساعه 3. لازم الفرخه تقعد ساعه مش قبل ساعه، ما تقوليش ده جناحها اتهرى او طريه او كده. وموضوع ان احنا نهدي ده هيسمح لها ان هي تستوي من جوه والرز يستوي من غير الفرخه ما تتهري ولا حاجه. دي اول حاجه بالنسبه للوقت، يعني انت هتحطيها وما تفكريش فيها ساعه بالظبط. غير كده كمان الساعه الا تلت هتعدي، بعد الساعه الا تلت هقلب الفرخه على وشها. يعني احنا دلوقتي هنحطها بالوضع ده كده في الحله، بعد ساعه الا تلت هسمح لها تتقلب على وشها تلت ساعه عشان الصدر بتاعها يستوي والرز طبعا يكمل سوا. في ناس هيقولوا لي طب افرض بقى فرخه ساسو انا قعدتها 4 5 شهور وكبرت خالص وازاي اقعدها ساعه؟ لا انا بتكلم على الفراخ اللي احنا هنقعدها 60 يوم اللي هو فتره التسمين العاديه بتاعتها. افرض انت كبرتيها وخدت وقت، شيء طبيعي انك هتقعديها اكتر وبالذات على وشها علشان الصدر بتاعها بيكبر قوي، فتعرفي تسويه كويس وتحسي ان الفرخه فعلا استوت. حاجتين مهمين تعمليهم، ان انت تزودي مده التسويه بتاعتها بعد كده للثانيه اللي هي الكبيره، وتزودي ملح، ودي كمان وانت بتسلقيها لازم تزودي ملح تاني كمان مره عشان كل ما تملحي الشوربه كل ما طعم الفراخ ياخد الملح ويبقى طعمه كويس جدا. بعد طبعا ما اطلعها خالص من الشوربه هوريها لكم عشان نشوف هنكملها نعمل فيها ازاي ونقدمها ازاي. على بال بقى ما الفراخ تستوي ما تنسوش تعملوا بقى اشتراك للقناه، وطبعا اللايك بعد ما تشوف الفيديو لو عجبكم هتعملوا له لايك ان شاء الله، لكن اشتركوا في القناه دلوقتي وفعلوا الجرس عشان كل طريقه فراخ اعملها لكم او طريقه لحوم او اي اكلات توصلكم على طول. ده يا جماعه شكل الفراخ بتاعتنا بعد ما طلعناها وبعد ما اتسلقت. عايزه اوريكم طبعا شكل الجلد بتاعها زي ما هو سليم ما تقطعش. واضح طبعا الفراخ استوت والرز جوه استوى واضح جدا. عايزه اقول لكم كمان ان انتوا لو التزمتوا بالوقت اللي انا قلت لكم عليه اللي هو ساعه بالظبط، منها ساعه الا تلت على الظهر وتلت ساعه على الوش، هتاخدوا النتيجه دي. ومهم جدا جدا لازم توطوا البوتاجاز على هادي قوي قوي، يعني هو هيغلي الاول غلوتين كده 3 دقائق على العالي علشان الرز يستوي. بعد كده لازم اوطي النار خالص زي ما قلت لكم، زي ما بنهدي على الرز خالص في نهايه التسويه كده اعلى منها سنه بسيطه علشان تستوي وفي نفس الوقت ما تتقطعش. اللي بيقطع الجلد بتاع الفرخه من بره ويخلي شكلها مش كويس هو ان انا اعلي البوتاجاز وانا بسوي الفراخ طول الوقت، فطبعا بيقطع الجلد ده خالص وبتاخدي الفرخه شكلها متقطع ومش كويس خالص. هعمل ايه فيها بقى دلوقتي؟ دي عباره عن طبطمايه، دي طماطمايه محطوط عليها ملح وفلفل وبهارات فراخ، بس ملح وفلفل وبهارات فراخ. هدهن بيها الوش بتاع الفراخ وهدخلها تحت الشوايه لغايه ما تاخد لون كده حلو، مش لازم احمرها جامد، هي خلاص ده هي ممكن تتاكل كده، لكن انا عايزه اديها بقى شكل حلو وطعم محبب كده في الفرن. فانا هدهن الوش بتاعها كده، هقلب الحاجه بتاعتي الملح والفلفل والبهارات، وهدهن الفرخه كده وش الفرخه وجنبها وقد ما اعرف ادهنها على باقي، وبعدين احطها تحت الشوايه زي ما قلنا. وبعدين ان شاء الله هخلص الدهان بتاعي ده وادخلها تحت الشوايه، ولما تطلع بقى هوريها لكم ان شاء الله واحنا بنقدمها. متاكده جدا جدا ان الرز اللي جوه استوى كويس قوي، كل الرز مش اللي في المنطقه الاولانيه بس، متاكده كمان ان شاء الله ان الفراخ نفسها استوت كويس جدا. لاحظوا ان بره مش الجناحات اتهرت والفرخه من جوه تبقى لسه نيه، كله متماسك وحلو جدا لانه قعد على نار هاديه، استوى على نار هاديه ما فيش حاجة قطعته، يعني هو استوى بطريقة هادية كده فما تقطعش كده. انا دهنت الفراخ بتاعتي هدخلها بقى الفرن وبعدين احط اولع عليها الشواية، مش الفرن يا جماعة، هي حاجة مستوية انا مش محتاجة اشغل الفرن، انا محتاجة اشغل الشواية بس. هدخلها في الشواية واوريها لكم ان شاء الله لما نطلعها. يا جماعه الشكل النهائي للفراخ بتاعتنا بعد ما حمرناها، طبعا زي ما انتم شايفين شكلها جميل جدا، اتحمرت كويس جدا تحت الشوايه، وطبعا عملنا جنبها باقي الاكل ده المحشي بتنجان، والشوربه دي طبعا اكيد رائعه لانها هي عليها حبهان ورق لورا. عايزه طبعا تعملوا افكركم تاني ان انتم تشتركوا ان شاء الله في القناه لو انتم ما اشتركتوش، واعملوا لايك للفيديو لو عجبكم، ويا رب اكون ضفت لكم حاجه النهارده جديده، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.